بوم اف ام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كلمة النهاردة هي وسام على صدر كل إنسان قلبه طيب. كلمة النهاردة هي وصف الإنسان ربنا بيحب يشوفه دايما، ويحب يكون موجود في كل بيت، بل يحب كلنا نكون الإنسان ده. كلمة النهاردة المسامح كريم. ربنا بيحب التسامح، عشان كده هو العفو الغفور سبحانه وتعالى، وعلمنا ان احنا كمان نتخلق بهذا الاسم وهذا الخلق، ان احنا نكون بنسامح، وده كرم اخلاق مننا. ربنا ما يحبش الشحناء والبغضاء ابدا بين العباد. وانا قبل ما اتكلم عن التسامح، عارف ان في ناس كتير اتظلمت مظالم كبيره واتجرحت جروح صعب التسامح فيها، علشان كده ربنا انزل القصاص في الدنيا، ويوم القيامه في حقوق للعباد ربنا هيقتص بيها لاصحاب الحقوق. لكن انا بتكلم النهارده على مئات المشاكل والخناقات اللي بتحصل بسبب ضعفنا ونقصنا البشري، وبعض الأخلاقيات اللي محتاجين نصلحها اللي بتعمل قطيعة بيننا. تعالوا نتفق إن 95% من المشاكل اللي ما بيننا ينفع نسامح فيها وتعدي الحياة، وده تسمى في ديننا إصلاح ذات البين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، بل تحلق الدين. لما بنتخانق مع بعض وبنخسر بعض ومش عايزين نصالح بعض، بيبقى فيه فساد لذات البين. هذا الفساد بيحلق الدين، لأن ربنا ما يحبش يشوف هذه البغضاء. بل من صفات المنافقين إذا خاصم فجر، يبقى عنده فجر في الخصومة، ونعيش بالتلت والخمس والست بل والشهر كمان، مش أيام، وإحنا ما بنكلمش بعض، مع أننا في أسرة واحدة أو في مكتب واحد أو في عيلة واحدة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علشان كل واحد فينا مش عايز يسامح، فاكر أنه لو سامح هيبقى ضعيف، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهن. بتحلف لي يا رسول الله؟ علشان في ناس تقتنع لأنها مش مصدقة. ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، لو تصدقت فلوسك مش هتنقص، ربنا هيبارك في الباقي. طب والتانية؟ ولا عفا رجل، أو امرأة يعني، ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله بها عزة. اوعى تفتكر إنك لما تسامح هتتذل، العز بإيد رب العالمين سبحانه وتعالى، قل لله العزة جميعا، فربنا هيمدك بهذا العز. خد بالك، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حكالنا موقف حكاه وهو بيضحك صلى الله عليه وسلم. بتضحك على إيه يا سيدنا محمد؟ فقال: رجلان من أمتي جثيا، يعني قعدوا على الركب كده بين يدي رب العزة، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. فقال الله عز وجل: اعطي أخاك مظلمته. فيقول: يا رب لم يبقى من حسناتي شيء. فقال المظلوم: يا رب يحمل عني من أوزاري. ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس فيه إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم. فيقول الله عز وجل للمظلوم: ارفع رأسك فانظر إلى الجنان. فرفع رأسه فقال: يا ربي أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ فقال الله لمن أعطى الثمن: قال: يا ربي فمن يملك الثمن؟ قال: أنت تملكه. قال: يا ربي بماذا؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: يا ربي قد عفوت عنه. قال: خذ بيد أخيك فادخل الجنة. يا سلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله عز وجل يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. النبي بعد الحديث بيشجعنا على الصلح دلوقتي قبل الموقف ده، بيقول للظالم: الحق اعتذر لحسن يوم القيامة المظلوم ما يسمحكش. وبيقول للمظلوم: ايه رأيك لو سمحت دلوقتي؟ اذا كان ربنا في الاخر هيكتب لك هذه المنازل العظيمة، فسامح من دلوقتي تكتب لك من دلوقتي. يلا يا جماعة، المسامح كريم. المسامح كريم في اللي يقدر عليه، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. طب وصيتك ايه يا رب؟ فقال بعدها: واصبر وما صبرك إلا بالله. لو المظلمة ما فيهاش حق كبير أو دم، سامح. سامح
عشان رب العالمين يسامحك، ولو مش قادر مش هقدر أضغط عليك، لأن أنا عارف إن في قلوب مش قادرة تسامح، ولو سامحت ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. المسامح كريم، ربنا يهدينا ياخد بأيدينا وينجينا ويسامحنا، والحمد لله رب العالمين.